نعم دكتور نزار، وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها واصلت تنفيذ عملياتها النشطة على المحاور الأساسية للعملية العسكرية الخاصة. خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1925 جنديا خلال يوم واحد فقط، خلال 24 ساعة. ما الذي يفسر هذا العدد الهائل خلال يوم واحد من القتلى؟ أنا قلت لكم هو تجديد أو تواتر الضربات الروسية وبقوة. يعني أنا طبعا قرأت كثيرا وشاهدت طبعا الضربات على أديسا، على بعض مراكز الأسلحة في كييف، على مطارات، فأعتقد سوف هذه الضربات تستمر وبالأحرى تتصاعد طبعا. ومن وجهة نظري الشخصية أيضا هذه الضربات سوف تتصاعد وتتصاعد وتتصاعد إلى أن طبعا تشل حركة الجيش الأوكراني. أنا لا أقول لك بين ليلة وضحاها، ولا أقول لك خلال أسبوع ولا أسبوعين، ولكن الإصرار الروسي هنا على إنهاء طبعا الجيش الأوكراني واستسلامه هذا أمر لا محال عند الروس. وفي شغلة عندك كلمتين، لا يوجد خيار آخر لدى الروس في شغلة، هناك حرب أو تخسرها روسيا أو تربحها. أما بالنسبة كلمة خسارة هنا ليست في قاموس الجيش الروسي ولا القيادة الروسية، لأن الناتو يريد فعلا، هي حرب الناتو ليست حرب أوكرانية حقيقة، والناتو لا يريد أن تخسر أوكرانيا أو لا يريد خسارة أوكرانيا، فلذلك يبقى يدعم أوكرانيا من أجل إيلام روسيا. هو يعرف الناتو الآن يعرف أنه لن يستطيع لن تخسر روسيا في هذه الحرب حقيقة، لن تخسر، ولكن هو ماذا يريد؟ يريد استنزاف الاقتصاد الروسي، الجيش الروسي، إضافة إلى طبعا إيلام روسيا. إيلام روسيا كيف؟ هذا الهجوم على الأراضي الروسية هو إيلام لروسيا حقيقة. ومن وجهة نظري الشخصية أيضا أن كل الخطوط الحمر تقريبا يعني انعدمت، لا يوجد الآن خطوط حمر لدى الطرفين، لا الناتو ولا روسيا. يعني طبعا الطرفان لا يريدان استخدام أسلحة الدمار الشامل لا شك، ولكن الآن أنا قلت أقول لك إذا حسب العقيدة الروسية، إذا ما شعرت روسيا بأنها سوف تخسر الحرب، فأعتقد سوف تستخدم كل ما لديها من قوة بما فيها القوة النووية عندما تشعر بأنها سوف تخسر، أو إذا تم استهداف روسيا بضربة نووية أو صاروخ أو قنبلة إلى ما آخره، عندها فعلا سوف تستخدم هذه القوة النووية الهائلة لدى روسيا ضد حلف الناتو، وتحديدا هنا أقول تحديدا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وربما أمريكا. لا أعتقد أنها سوف تستخدم السلاح النووي، طبعا هي لن تريد، كل احتمالات ضد مثلا دولة من الناتو مثل لاتفيا أو بولونيا لن تستخدمها، فقط في هناك رأس الأفعى هي بريطانيا وهي لندن، فأعتقد يجب قطع الرأس. وعندما تشعر أيضا لندن أو بريطانيا بأنها سوف يقطع رأسها، عندها أعتقد سوف يذهب الجميع إلى طاولة الحوار كما حصل في عام 1945 في يالطا. هناك من يرى بأن هذه العملية بحد ذاتها عملية كورسك، سيد أحمد، سيد نزار، هي أول طريق الحل أو أول طريق الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لا، هنا أعتقد الأمر اختلف تماما، بالعكس أصبح الوضع بالعكس، كما قلنا كان هناك حديث عن مفاوضات، حديث عن أنه خلال طبعا 3 شهور 4 شهور سوف طبعا يذهب الجميع إلى مفاوضات سلام وتقف الحرب، ولكن أعتقد بعد هذا الهجوم روسيا لن تفاوض على الإطلاق، روسيا سوف تذهب إلى أبعد من طبعا سومي، وسوف تحرر لا شك هذه المناطق التي دخلها الجيش الروسي، لا شك سوف تحررها وسوف تفرض شروطها، والمفاوضات سوف يعني تكون حسب الشروط الروسية. هذا طبعا أنا أقول لك الرأي العام هنا، إن كان الشعبي وإن كان العسكري وإن كان السياسي. فأعتقد إذا ذهبت بصيغة أخرى روسيا أو تنازلت، أعتقد سوف يكون خطر على روسيا حتى في الداخل الروسي حقيقة. فأعتقد الآن هذا الهجوم الأوكراني ضرب ربما الحديث عن عملية سلام أو إيقاف الحرب. توقعاتك لردة الفعل الغربية دكتور نزار
على هذا الشكل الانتقامي الذي اتخذته روسيا اليوم بهذا بقتل هذا العدد الكبير من الجنود الأوكران، عملية ردة الفعل القوية من روسيا، هل تتوقع ردة فعل غربية أيضا على هذه العملية؟ وأعتقد يعني الناتو لا يدفع من ثمن يعني هذه الحرب من جنوده أو شعبه، فقط هو يدفع بالمال ويغذي بالسلاح وبالذخيرة. وأنا أتحدث هنا، دعني أتحدث عن دولة يعني هي كما قلت لكم بريطانيا. هي بريطانيا الحرب أولا ليست على أرضها، وأمريكا لا شك، وأمريكا لا شك الحرب ليست على أرضهما، الجنود ليسوا جنودهما إلا من تطوع من المرتزقة، هناك مرتزقة حقيقة من كل هذه الدول، ولكن ليس العدد ضخم يعني ربما بالألاف، عدة ألاف، ولذلك هم يضحون بالشعب الأوكراني، بالجنود الأوكرانيين حقيقة وليس بشعوبهم. ويجب أن كمان أنوه إلى أمر مهم جدا، يعني طالما أنا على شاشتكم حقيقة أنا أتحدث عن زيلينسكي نفسه. أولا زيلينسكي أهله يعني أمه وأبوه عندهم فيلات ضخمة في تل أبيب وهم هناك يعيشون، زوجته تسرق الشعب الأوكراني، لديها يعني رأس مال ضخم، أولاده في بريطانيا، ومن حوله يسرقون أوكرانيا، ويقتل الإنسان الأوكراني الصلابي حقيقة. أنا أتحدث بكل صراحة وهذه الحقيقة، يقتل الإنسان الصلابي الأوكراني، يعني كما قال الرئيس بوتين هي حرب أهلية أصبحت، لأن الأوكراني الصلابي يقتل الروسي الصلابي وبالعكس، أو المسلم يعني حقيقة، يعني الحرب ضد المسلمين والمسيحيين في حقيقة الأمر. أنا لا أريد أن أتطرق إلى هذا الأمر، ولكن يعني يجب على أحدنا أن يتحدث عنه بكل وضوح. يعني الحرب في غزة ليست يعني مرتبطة بالحرب في أوكرانيا حقيقة، هذه الإبادة الجماعية التي تحصل في غزة مرتبطة بما يحصل في أوكرانيا، والعدو واحد بالنسبة والقاتل واحد. أنا أعتقد يعني نتنياهو نفس زيلينسكي تماما، زيلينسكي قتل من الشعب الروسي خلال 8 سنوات من عام 2008 إلى 2014 إلى 2020 قتل كثير منهم وطرد كثير منهم وأراد أن يهاجمهم، فلذلك ذهبت روسيا إلى هذه طبعا العملية العسكرية. لكن هذا